السلام عليكم، معكم نسيمة كيزين. اليوم راح نقدم لكم طريقة عمل لي غوفريت. فوالا سي دي سابلي، نسميوهم دي غوفريت. دونك واش نسحقوكم انغريديون؟ نسحقو 250 غرام نتاع زبدة تاع لا ماكارين، نسحقو لا فارين باش نلمو العجينة، نسحقو حبة بيض، نسحقو ان باكي دو فلون شوكو، نسحقو لافاني، نسحقو مغرفة صغيرة تاع القهوة، نص مغرفة باردون صغيرة تاع القهوة تاع لا لوفور شيميك. و للتزيين واش نسحقو؟ نسحقو لا كونفيتور، لو شوكولا، اي لي كاكاويت مولو. دونك نبداو مباشرة إلى طريقة التحضير. دونك شحال نديرو؟ ناخدو 250 غرام تاع لا مارغارين مولو، بلوتو غامولي، نضيفولها ان باكي تاع لو فلون شوكو، نديرو هذا الخليط حتى يكون يتكون اون بوماد. و ميلونجي سو ميلونج سو فورم دو بوماد. فوالا يتخلط بيان لا مارغارين مع لو فلون. فوالا كوم سو. شحال نديرو دوك؟ رايحه نكسر هذيك الحبه تاع البيض، جيسيي دو لا ميلونجي مع لو فلون ou la margarine. De cette façon on rajoute tout ici. Voilà, couche en pommade. Hander maintenant on rajoute la farine jusqu'à ce que la gina. شويه شويه حتى تلملنا العجينه. نضيفو غير بالعقل، ما حددتش هنا، ما حددتش لا كونتيتي، لازم نخلطو نزيدو نضيفو غير شويه شويه حتى تجمعنا كامل هذه العجينه. فوالا نضيفو اون دومي كويارة كافي نتاع لا لوفور شيميك. فوالا نخلطو كلشي بالعقل. لازم العجينه ما تلصقناش، تجينا غير سوا سوا. نزيد شويه ونضيف تاني لافاني. هنا كل واحد يحلي واش يحب يدير، اللي يحب القارص يدير القارص، اللي يحب يدير لافاني يدير لافاني، كل واحد و لو غو تاعو. فوالا نخلطو حتى تلملنا العجينه. بون فوالا لاباط تاعنا راهي واجده. انا خليتها ترتاح لمده 5 الى 10 دقائق. وجدت maintenant un plan de travail، لو مول تاعي تاع لي غوفريت. فوالا يتباع في كل الاسواق. فوالا تاع لي غوفريت. maintenant on va essayer d'étaler la pâte. نحط شويه تاع لا بات، نسي دو ديتالي sur la surface
Essaye d'étaler la pâture, la surface, toute la surface. Voilà. Je vais essayer de l'étaler sur toute la surface. D'accord. On va essayer de former des gaufrettes. On va essayer de la pâte, mais l'épaisseur de la pâte coule environ 2 mm, 2 à 3 mm, parce que maintenant la levure chimique, en plus de ça, on le score de par deux. Donc voilà. Voilà. نحيهم غير بالعقل باسكو خفاف. نحكم بتي كوتو نسيي. فوالا نحيها ونحطها في السنيوه. بون انا راح نكمل كامل الكاطو تاعي ومن بعد ندخله للفور باش يطيب. كي يطيب وفي تري اتونسيون ما لازمش يتحرق باسكو هاد لي صابلي جينيرالمون يطيبوا بالخف ما تكثروه ما تكثرش بزاف الطياب. دونك نخليهم يطيبوا ونعاود نولي لكم ان شاء الله للتزيين. لي غوفريت تاعي راهي راهم طايبين. انا اللي طبيتهم زوج زوج. فوالا كيفاش طابوا. فوالا ندوزو مباشرة الآن إلى طريقة التزيين. عندي لا كونفيتور نحنا هكدا نديرها لا كونفيتور في الوسط. نخلقها من بعد نغمسها في لو شوكولا دو سيت فاصون. بسم الله. ومن بعد نغمسها في الكاوكاو. نزيد الطرف واحد اخر هكذا في سي فاصون ونغمسها في سي فاصون في الكاوكاو. فوالا تحصلوا على هذا الشكل. نزيد لكم حبه هنا تاع كونفيتور. نغمسها في الشوكولا دخل بالعقل. نزيد شتوعي راهم واجدين. درتهم دون دي كيسات. جربوا هذه الوصفة ولا كانت فريمون بنينة. ان شاء الله لا فيديو تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما عليكم غير ديروا لي ان بيتي جيم سور لا فيديو وتشاركوا معايا في قناة نسيمة كويزين. وتشاركوا ايضا في لاباج تاعي فيسبوك نسيمة كويزين. دونك نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله دون دوطخ روسيت. اونتخ طون نقول لكم تهلاو في وحدكم. تلقاو على خير.